السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلكم مي محمود. ان شاء الله هنراجع مع بعض النهارده، هنراجع ليكتشر 3 في الباثولوجي، لكن هي مش هتبقى مراجعه برضه، هي هتبقى شرح بسيط وان شاء الله هنخلصه اسرع وقت. دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ هتكلم عن الادرينال جلاند ديزيز. فاهم حاجه لازم نعرف النورمال بتاعها، فانا هتكلم عن نورمال ادرينال جلاند بسرعه كده. انا عايز اعرفكم الادرينال جلاند بتتكون بسرعه من الكورتكس والمظله. طيب انا عايز اعرفكم هي بتكون مختلفه ايه؟ مختلفه ديفلوبمنتالي وستراكشرالي وفانكشنالي. فانا بقول مختلفه ديفلوبمنتالي يبقى هي مختلفه في الاورجن بتاعها، يبقى الامبريولوجي بتاعها كان مختلف. الكورتكس هلاقيها طالعه من الميزوديرم. الكورتكس هي من اسمها سي مع سنترال، تمام؟ ومين اللي كانت سنترال؟ طبعا في سنترال بالظبط، احنا عارفين ان كنت اكتوديرم ميزوديرم اندوديرم، فاحنا هناخد اللي هي جايه من الميزوديرم اللي هي السنترال، تمام؟ بالنسبه للمظله اللي هي طالعه من الاكتوديرم نيورال كريست، الكلام ده احنا عارفينه. طب مختلفه ازاي في الاستراكشر والفانكشن؟ هنعرف دلوقتي. الكورتكس بيتكون من ثلاث طبقات: زونا جلوميرولوزا 15%، فاسكيولاتا 75%، ريتيكولاريز 10%. الجلوميرولوزا بتطلع من الرال كورتيكويد، هي بتبقى شكلها كلها من الابريميدال سيلز، بتكون مترتبه كلوزلي بيكت، يعني هي بتكون كلها متجمعه في حته واحده كده اسمها كلوزلي بيكت، لازقه في بعض ومفيش مسافه ما بينهم، او بنلاقيها راوندد مدوره او ارشد، تمام؟ او راوندد او ايه او ارشد، تمام؟ الزونا فاسكيولاتا 75% بتطلع لنا الاثنين، الجلوكوكورتيكويد والاندروجين، وهنعرف السبب دلوقتي. والسيلز الخلايا بتكون عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن مليانه، احنا بتبقى عباره عن خلايا بتاعتها بولهيدرال سيل. البولهيدرال سيل مترتبه في ايه؟ في ستريت كورتكس. الخلايا دي بتكون مليانه بايه؟ مليانه بليبيد ريتش، مليانه بليبيد عشان احنا عارفين ان هي موجوده في الكورتكس، فهي الكورتكس دي بتطلع اي ستيرويد هرمون، فبالتالي مليانه بالليبيد، وبالتالي السيتوبلازم بتاعها بيكون بير ستيننج سيتوبلازم، تمام كده؟ طيب بالنسبه للزونا ارتيكيلاريز برده بتطلع عن نفس الاثنين اللي هم مين؟ الجلوكوكورتيكويد والاندروجين. بتكون هي بتبقى عباره عن عامله ازاي؟ هي بتكون مكونه دي الريجولار كورتكس، بتبقى لما بتعمل انستموزنج بتعمل انستموزنج نتورك، تمام كده؟ الخلايا، طب الخلايا دي بتكون مليانه بايه؟ بلايبستين بيجمنت، بتتراكم فيها الخلايا بايه؟ عن طريق العمر كده، وكل ما بيكبر الشخص ده. طيب الزونا فاسكيولاتا والزونا ارتيكيولارز هي بتعتبر من السنجل، هي بتبقى تعتبر سنجل فانكشنال يونت، يعني هي وحده وظيفيه واحده. ليه؟ عشان خاطر هي بتطلع جلوكورتيكويد اللي هو الكورتيزول وسمول اماونت صغيره جدا من 6A6 هرمون الاندروجين، عشان هما الاثنين شغالين مع بعض. بالنسبه للمظله بتتكون من ثلاث خلايا، مين هما؟ الكروموفين سيلز والساستينيكولار سيلز والجانجليون سيلز. عايز اعرفك الساستينيكولار سيل زي سبورت سيل، وبالنسبه للكروموفين سيل، الكروموفين سيل هي بتبقى عباره عن جرانيولز، الجرانيولز بتاعت الخلايا بتبقى عباره عن ايه؟ مسبوغه بالبوتاسيوم بوتاسيوم كربونيت باي كربونيت. طب قبل ما اقول جرانيولز انا عايز اعرف كل خلايا، الخلايا بتكون عندها ايه؟ بتبقى عباره عن جرانيولار بيزوفيليك سيتوبلازم، هي بتبقى عباره عن بيزوفيليك مسري او فيها شويه جرانيولار. الجرانيولار ده تشير ان الجرانيولز بتاعتها بتستبغ بالبوتاسيوم باي كربونيت، بتكون لنا سمول نيسس مفصوله ببرومينانت ايه؟ سمول نيسس كده مفصوله ببرومينانت فاسكريتشر شويه بلاد سبلاي، بتطلع لنا ايه؟ احنا عارفين الكروموفين سيل بتطلع كاتكولامين ادرينالين ونور ادرينالين، تمام؟ طيب احنا جايه من ايه؟ جايه من النيورال كريست سيلز، واللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ اكتوديرم. ده مين؟ ده المطل. طيب دلوقتي عايز اوريكم التقسيم. انا عامله تقسيمه للادرينال جلاند ديزيز. الادرينال جلاند ديزيز مقسمها كورتكس ومظله. طب لو كورتكس بقسمها على فانكشن وتيومر، فانكشن هايبر فانكشن او هايبو فانكشن، اللي هي كوشينج سندروم كونز سندروم وفيرلايزنج سندروم او ادرينوجينيتال، وبالنسبه للهايبر اللي هو قل الوظيفه بتاعه الكورتكس اللي هو اكيوت انسفيشنسي وكرونيك انسفيشنسي، وبالنسبه للتيومر بيناين تيومر بلانيجنت تيومر بيناين اللي هو ادينوما والمالجنت كارسينوما، وبالنسبه للمظله التيومر هعرف فيها بيناين ومالجنت، ونوع ثالث اللي هو بيناين لكن في 10% منه ممكن يتحول مالجن، تمام؟ طيب انا عن نفسي دلوقتي هبتدي بالتيومرز الاول، وبعد كده هرجع اقول الايه، هرجع اقول بقيه الامراض. ليه؟ عشان خاطر احنا محتاجين مركزين في نقطه التيومرز، لكن الباقي اساسا ايه موجود معانا في الفسيولوجي عادي. انا دلوقتي هتكلم على الادرينال تيومرز. الادرينال تيومرز اول حاجه الادرينال نديول. الادرينال نديول في منها نون فانكشنينج نديول وفي منها فانكشنينج نديول. في منها نديول وظيفه بتطلع وظيفه اللي هي بتخرج ايه؟ بتخرج سكريت هرمون، وفي منها لا. طيب انا عايز اعرف كل ادرينال تيومرز اسمها كورتكس ومظله. الكورتكس زي ما قلت لكم في منها بيناين وماليجنت. بيناين هو ايه؟ ادرينال كورتيكال ادينوما وادرينال كورتيكال كارسينوما، ده الماليجنت، تمام كده؟ طيب والادرينال الادرينال تيومرز اللي هندرسها ايه؟ هندرس واحده اللي هي فيه كروموسايتوما اللي هي بيناين 10% منها مالجنت، ونيوروبلاستيك تيومرز اللي هي مالجنت، وعندنا جانجليوما اللي هي بتكون عباره عن بيناين، تمام؟ تمام جدا. في اذر ادرينال تيومرز تانيين زي المايولايبوما اللي هي بتبقى عباره عن طالعه من فات سيلز وبلاد فورمينج، والهيمانجيو ساركوما اللي هي طالعه من البلاد فيسلز. طيب انا عايز اعرفكم حاجه، احنا لسه قايلين دلوقتي مضله طالعه منها ايه؟ طالعه من بتطلع بتتكون من خلايا الكروموفين سيلز والجانجليون سيلز، تمام جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام دلوقتي على الادرينال كورتيكال تيومرز. التيومرز بتاعت مين؟ بتاعت الادرينال كورتكس. هي بتكون من ايه؟ اللي هي في منها بيناين اللي هو ادرينال كورتيكال ادينوما، في منها مالجنت ادرينال كورتيكال كارسينوما. انا دلوقتي هتكلم على الادرينال كورتيكال ادينوما، تمام؟ هي بتطلع فين؟ في الشيلدرن والادولسنت. الشيلدرن والادولسنت، تمام جدا. الجروس بيكتشر بتاعتها بتكون عباره عن وزنها اقل من 50 جرام، ونركز في الوزن جدا هنا. اقل من كام؟ اقل من 50 جرام، والسايز بتاعها اقل من 5 سنتي، وبتكون يونيلاترال في ناحيه واحده. يعني ثانيه اوريكم الصوره كده، هي بتكون ايه؟ اقل من 50 جرام، اقل السايز بتاعها اقل من 5 سنتي، بتكون يونيلاترال في ناحيه واحده مش في الناحيتين، بتكون سولاتري واحده بس، وبتكون لونها جولدن يلو. ليه جولدن يلو؟ عشان هي احنا عارفين طالعه في الكورتكس. الكورتكس اللي هو بيصنع ستيرويد هرمون اللي هو يعني بالليبت. طيب بالنسبه للميكروسكوبيك بيكتشر، بتكون من خليتين. طيب واحده من اسمها ادينوما، فبالتالي ادينوما سيلز، والثانيه عباره عن ايه؟ خلايا منتفخه بسبب الايه؟ بسبب اللي بنسميها باون سيلز. اول حاجه الادينوما سيلز. الادينوما سيلز دي زي ما انا رسمه كده، خلايا كبيره بتكون عندها ديستينكت سيل بوردرز، بتكون مليانه بالسيتوبلازم، فومي سيتوبلازم مش اي سيتوبلازم، بيبقى النيوكليس بتاعتها عندها اختلافات الايه؟ في السايز بتاعها، يعني هي مش واحده بس، تمام؟ وشبيهه الخلايا بتاعت اللي هي الادينوما سيلز دي بتكون شبيهه لمين؟ شبيهه للخلايا بتاعت الزونا فاسكيولاتا. شبه مين؟ الخلايا بتاعت الزونا فاسكيولاتا اللي هو بولي هيدرال، كنا بنقولها جوه منها ايه؟ كنا بنقول جوه منها ليبت، وكنت بتكون بين ستيننج سيتوبلازم. هي نفس الفكره، هي لارجر وديستينكت البوردرز فومي سيتوبلازم بسبب الليبت، وكمان عندنا فاريشن في النيوكليير سايز، تمام؟
بالنسبه للبالونينج سيلز، احنا قلنا ادينوما سيلز وبالونينج سيلز او بالون سيلز. البالون سيلز دي بتبقى عباره عن مكون لنا كلاسترز زي كده، عن قوط عين، عن قوط كده عنب يعني، اللي هي كلاسترز من السيلز بتكون لارج ليبت ريتش سيتوبلازم. يعني ايه الكلام ده؟ هي السيتوبلازم بتاعها كبير وبيكون مليان بالليبت، السيتوبلازم بتاعها كبير ومليان بالليبت. واحنا عرفنا كده الادرينال كورتيكال ادينوما دي شكلها بالظبط تحت الايه، تحت تحت بسم الله الرحمن الرحيم تحت الميكروسكوب. احنا عارفين اللي هي خلايا فيها بيضه هي بالونز، وفي خلايا ثانيه مليانه ايه، مليانه سيتوبلازم فومي سيتوبلازم. تمام، هي دي شكلها عامله زي البالونه كده، بلالين كده في ايه ماسكه مع بعضها. طيب دلوقتي هتكلم على الادرينال كورتيكال كارسينوما. كارسينوما يعني تقول ايه؟ مالجنت. مالجنت انا عايز اعرفكم حاجه، اللي هي بتكون ري نادره اساسا بتحصل، وبتكون باي مودال ايج. يعني باي مودال ايج بتظهر في نسبتين من الاعمار. اول حاجه اللي هي بنسميها فيرست بيك، اللي هي بتظهر عند الاطفال واليونج ادلت تشيلدرن واليونج ادلت. تمام، وبالنسبه للسكند بيك اللي هي بتبقى بتاخد من سن 40 ل 50 سنه. طيب انا عايز اعرف جروسلي دلوقتي شكلها جروسلي عامل ازاي. شوفوا كده ده شكلها بالظبط اهو جروسلي، بتكون انكابسوليتد. هل هي كابسوليتد؟ لا، ده انتوا بصوا عاملين عامله ازاي انكابسوليتد. ده اول حاجه، احنا اي مالجنت انكابسوليتد اصلا بتكون كبيره في الحجم كده، بتكون 200 جرام و20 سم، بتكون كبيره في الحجم وبتكون 200 جرام و20 سم. تمام كده، بتكون عندها فيرجيتد. فيرجيتد الكاتسر بتاعها فيرجيتد، يعني فيرجيتد يعني متهتك، او بتكون عندها الوان كتير اللي هي بتبقى دكتور قال بيبقى فيها الوان كتير، زي مثلا في لون هيموريدج، في سيستس بس هي مش باين هنا، او سيستس بيكون فيها كمان نيكروزس. احنا عارفين اي مالجنت في هيموريدج ونيكروزس وسيستس، ده بالنسبه للفيرجيتد. يبقى احنا انكابسوليتد لارج 200 جرام 20 سم فيرجيتد. عايز اعرفكم اللي هي السوفت انكونسستنسي، وبالنسبه لو خدت فيها كات سكشن كده بلاقيها بتتكون من نديولز. كل النديولز بتكون عباره عن انترا تيومرال نديولز، اللي هي بتبقى عباره عن ايه فرايبل. فرايبل اللي هي مفروله كده. تمام، وبتكون تقدر تعمل ايفيجن الميجر فينز. تمام جدا. في معلومه نسيت اقولها لكم في الادينوما، الادينوما انا قلت لكم الوزن بتاعها اقل من 50 جرام، لكن بالنسبه للاطفال ممكن تكبر لحد ما توصل 500 جرام، مفيش مانع. ده بالنسبه للادينوما. خلينا نرجع تاني للكارسينوما، عرفنا خلاص الجروسي بتاعتها. بالنسبه للميكروسكوبيك، الميكروسكوب هي بتكون الجروس باترن بتاعها بيكون ويل ديفرنشيتد، ممكن يوصل ليكون انابلاستيك سيل. الانابلاستيك سيل دي بتكون خلايا كبيره جوينت سيل، بتكون جوه منها بيزار هايبركروماتيك نيوكليار. يعني ايه بيزار؟ اللي هي بتكون عباره عن النيوكليار بتكون كبيره واتيبيكال نيوكليار. يعني اتيبيكال نيوكليار يعني بوليمورفيك نيوكليار، نيوكليار عندها مالجنانت كاركترز بتاعتها. يبقى هي جوينت سيل صار هايبركروماتيك نيوكليار، هي الجروس بيكون يكون ويل ديفرنشيتد، يتحول لايه؟ لانابلاستيك سيلز. طيب هي بتقدر تعمل كابسولار انفيجن، الكلام ده ده احنا اساسا هي انكابسوليتد، انا مش شايفه لها كبسول سايب. طب السبب اللي بتعمل ايه كابسولار انفيجن؟ بنلاقيها كمان عندها ماركت مايتوتيك اكتيفيتي، وكمان عندها اتيبيكال فورمز. يعني الكلام ده ماركت مايتوتيك اكتيفيتي، يعني خلايا كتيره، الخلايا تضاعفت وزادت كده، والاتيبيكال فورمز اللي هي بتاع بوليمورفوز. البوليمورفوز من الخلايا مش شبه بعض. هل انتوا شايفين خلايا شبه بعض؟ لا، الخلايا مختلفه. يبقى عندها كابسولار انفيجن، مايتوتيك اكتيفيتي، اتيبيكال فورمز، كل الصفات بتاعه المالجنت. تمام، طيب هي بتكون جوه منها نيوتروفيلز، بنلاقيها عندها تيومر جوينت سيل، بتكون عندها ساركومتايد فيتشرز. يعني ايه ساركومتايد فيتشرز؟ خلايا اتدمرت وملهاش ملامح، دي اسمها ساركومتايد فيتشرز. تمام، وبتكون عندها ايزينوفيليك جلوبولار انكلوجنز ونيكروزز. تمام، اللي هي بتبقى جوه منها جلوبولار انكلوجنز كده بتكون حمراء، وبتكون ايه نيكروزز. يبقى احنا عرفنا كده خلاص ايه تحت الميكروسكوب. طب انا عايز اعرفك حاجه، لما اجي اقول جروسلي عايز افرق ما بين الادينوما والكارسينوما، اول حاجه اقول لكم السايز. السايز بتاعه الادينوما اصغر لكن الكارسينوما اكبر. تمام، ليه؟ عشان احنا قلنا دي اقل من 5 سم، لكن دي اقل من ايه، من 20 سم او حوالي 20 سم، ما قلناش هل. تمام، بالنسبه للويت دي اقل من 50 جرام اللي هي الايه البينايل، لكن المالجنت اكتر من 100 جرام. وقلت لكم هي واصله هنا في الكارسينوما كام؟ 200. تمام، والهيموريدج والمين اللي عندها هيموريدجينيكروز، اي مالجنت عندها هيموريدجينيكروز، لكن الادينوما لا ما عندهاش. طيب احنا كده خلصنا خلاص الايه الادرينال كورتكس ايه تيومرز. دلوقتي هتكلم عن ميدولاري تيومرز. لو جيت اتكلمت عن ميدولاري تيومرز فانا لازم اقسمها. انا عايز اعرفكم حاجه بس، احنا فاكرين في شويه كده في احنا لما اتكلمنا في الهيستولوجي كنت قلت لكم ان احنا عندنا مثلا هنا جانجليون، جانجليون كان بيخش فيها بري جانجليونيك، وهنا كان بيخرج بوست جانجليونيك. البوست جانجليون نيرف فايبر، فهو دلوقتي كانت البوست جانجليونيك دي كانت عباره عن ايه؟ المضله كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن موديفايد سمباثيك بوست جانجليونيك نيرف فايبر. يعني ايه يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا جبت سمباثيك جانجليون خرج منها بري بوست جانجليونيك نيرف فايبر من الايه من السمباثيك، وعملت لها موديفيكيشن بتاعت شلت الايه الاكسون والدندرايت وخليتها كسكريتوري جرانيولز بس. تمام، فبالتالي لما يجي يظهر ميدولاري تيومرز فهتظهر على شكلين، يا اما تكون طالعه من نفسها الادرينال كورتكس، الادرينال سوري الادرينال مضله ذات نفسها، وتبقى مسميها ادلت نيورو اندوكراين تيومرز، او طالعه من ايه من السمباثيك جانجليون او حاجه تبع السمباثيك جانجليون والبوست جانجليونيك وكده. يبقى احنا قلنا يمكن ممكن تكون طالعه من ايه من نيورو اندوكراين تيومرز، او طالعه من قبل بقى اساسا كانت تتحول لايه للميدولاري سيلز او الكروموفين سيلز وكل الكلام ده اللي بنسميها سمباثيك سيستم تيومرز. بالنسبه للادلت نيورو اندوكراين تيومرز ده يمين زي الفيو، هي واحده بس عندنا الفيو كروموسايتوم، ودي مهمه جدا هنتكلم عنها. عايز اعرفكم ليه بتيجي ايه في الكبار الاطفال، وبتبقى عباره عن جيناتكس عباره عن جيناتكس سندروم. تمام، تبع الجيناتكس سندروم شويه. لكن السمباثيك سيستم تيومرز اللي هو مين؟ نيوروبلاستوما، جانجليون نيوروبلاستوما، جانجليون نيوروما، هي بتبقى في الاطفال والايه والتشيلدرن، عشان احنا عارفين هم لسه ما تحولتش للميدولاري سيلز اصلا، فبالتالي هي لسه صغيرين اللي هم من ضمن السمباثيك سيستم اللي هم لسه صغيرين. هتكلم عن مين فيهم؟ النيوروبلاستوما والجانجليون نيوروما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بنتكلم عن دلوقتي عن النيوروبلاستوما. انا عايز اعرف لكم التقسيمه، عشان قلت لكم هقسمها بيناين ومالجنت، وفي النص اللي هو ايه بيناين و10% منهم مالجنت. اول واحده كانت البيناين كانت الايه جانجليوما. طب والمالجنت النيوروبلاستوما، واللي في النص اللي هي فيو كروموسايتوما، بس دولت اللي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي. طيب دلوقتي النيوروبلاستوما، النيوروبلاستوما هي هايلي
مالجنت تيومر في التشيلدرن، هايلي مالج اول ما نقول مالجنت تيومر هايلي مالجنت تيومر في التشيلدرن نفتكر على طول نيوروبلاستوما. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين هي فورست موست كومن مالجنت تيومر بيجي في شايلد هود، وبتطلع منين؟ بتطلع من الادرينال مضله، ممكن تيجي من سمباثيتيك جانجليون. عشان انا قلت لك هي سمباثيتيك جانجليون بتطلع بوست جانجليونك، هي ممكن تيجي من بوست من سمباثيتيك جانجليون والادرينال مضله. تمام، ايه هي الجروسلي؟ جروسلي عايز اوريكم الصوره كده بالظبط. هي بتكون فاريبل، بتكون شكلها فاريبل مختلف، بيكون سيركمسكرايب لكن مش كابسيوليتد. انا بقول هنا مالجنت، مالجنت يعني ما بتكونش كابسيوليتد، هي سيركمسكرايب بالسراوندنج تيشو بتاعتها. تمام، بتلاقيها اوفويد ماس، وممكن نلاقيها مالتي ريبيوليتد، يعني شايفين في هنا فايبر سيبتا كده فاصله من الاقي مالتي ريبيوليتد. طيب وبيكون فيها هيموريدج، الهيموريدج دي مكونه لي بالجنج ريبيول، ريبيول كده ظاهره شايفين دي الهيموريدج بالظبط، بتكون اوبيك اوبيك او فيج. تمام، دي اسمها ايه؟ عباره عن هيموريدج يعني. اللي هي فيج هي اوبيك. يبقى انا قلت عليها فاريبل، قلت عليها سيركمسكرايب بسبب ايه؟ التيشو اللي حواليها ضغط عليها، لقيتها اوفويد ماس، بتكون مفصوله مالتي ريبيوليتد تيومر، بتكون عندها هيموراجيك وذ فيج بالجنج ريبيوز. تمام، احنا كده اتكلمنا على الجروسلي. بالنسبه لتحت الميكروسكوب، تحت الميكروسكوب انا عايز اعرفكم حاجه، ان هي بتبقى عباره متكون من خلايا مهمه اسمها ايه؟ نيوروبلاست سيل. من اسمها نيوروبلاست، هو بتكون من ايه؟ من النيوروبلاست سيل. النيوروبلاست سيل هي عباره عن اندفرنشيتد سيل سمول تو ميديوم، اللي هي بتبقى عباره عن اندفرنشيتد واللي هي سمول تو ميديوم، حجمها تكون صغير ليه لميديوم شويه، بتكون عندها سولت اند بيبر كروماتين. شكلها ايه؟ اللي هو الكروماتين بتاعها سولت اند بيبر كروماتين، ودي مهمه جدا رمز ليها. بتكون عباره عن سمول بلو سيلز اللي هي بلازمال سيلز. بلازمال سيلز دي بتبقى عباره عن خلايا صغيره وزرقاء، وبتكون عندها دارك نيوكليا وسكانتي سيتوبلازم. السيتوبلازم بتاعها بيكون ايه؟ خفيف قوي ورفيع. الكلام ده الخلايا دي كلها بتكون مترتبه في ايه؟ مترتبه في سوليد شيت او سود روزيت. اسمها ايه؟ سوليد شيت او سود روزيت. سود روزيت اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ دوائر مع بعض كده، عامله لي ايه؟ عامله لي شبه ورد، ورده كاذبه. تمام، اللي هو سود روزيت. سود روزيت عشان هي مش شكل ورد اساسا، اسمها سود روزيت. طب الاسم الاصلي بتاعها هومرايد سود روزيت. هومرايد سود روزيت هنفتكرها ازاي؟ هنقول لك نيوروبلاستوما بتيجي اكتر حاجه في الاطفال، فالاطفال كانوا بيعملوا الواجب، بيبقى رايت هومورك، يبقى تمام رايت هومورك. ولما بيعملوا الواجب بيحطوا ايه؟ ورد في الجنب كده، فهي مسميها هوم رايت سودروزيت. هوم رايت سودروزيت. تمام جدا. وعايز اعرفكم ان هوم رايت سودروزيت دي بتكون محاطه، يعني احنا عندنا هنا مثلا دي هوم رايت سودروزيت، بتكون محاطه بحاجه من ورا بره اسمها ايه؟ زينوفيليك نيوروبيل. هي مش غلط، مش نيوتروفيل، هي اسمها نيوروبيل. نيوروبيل دي بتبقى عباره عن انمايلينيتد اكزون ودنترايتس وجليال سيل بوسس. كل ده عامله لي ايه؟ عاملين انستابوزنج مع بعض، لكن مفيش ايه؟ بيبقى سيل بودز بتبقى قليله شويه. تمام، زينوفيليك نيوروبيل اللي بتبقى عباره عن نيوروبيل بتاعتها بتكون زينوفيليك حمراء كده، وحواليه دي شكلها بالظبط تحت الميكروسكوب. قلنا بتتكون من خلايا اللي هي بنسميها نيوروبل ايه؟ نيوروبلاست سيل، اللي هي عباره عن اندفرنشيتد سمول تو ميديوم، بتكون خلايا زرقاء صغيره جدا، وبيكون عندها ايه؟ النيوكليوس بتاعتها كبيره، وبتكون سكانتي سيتوبلازم، مفيش سيتوبلازم كتير او دارك نيوكليوس وسكانتي سيتوبلازم. وعرفنا ليه بتكون لنا سود روزيت. شايفين السود روزيت؟ دي السود روزيت اهي. تمام، السود روزيت محاطه بحاجه من بره اللي احنا بنسميها اللي هي بنسميها ايه؟ السود روزيت، اللي هي بنسميها هوم رايت سود روزيت، محاطه من بره اللي بنسميها ايزونوفيليك نيوروبل. طب السايت بتاعها بتبقى عباره عن ايه؟ احنا عارفين دلوقتي هي طالعه في الادرينال مضله، فطبيعي تكون في الادرينال مضله نسبتها كام؟ نسبتها 40%. وبتطلع كمان في قلت لكم سمباثيتيك جانجليون، والسمباثيتيك جانجليون كان بيكون لنا على حاجه حوالين الفيرتبري بنسميها سمباثيتيك تشين. يبقى الادرينال مضله 40% وسمباثيتيك تشين. بتطلع في النيك والستوركس، ناخدها من فوق كده، ادي النيك ونازله بالستوركس والبوستيريور ميدياستاينا من ورا، وكمان اللي هي في ناحيه الميدياستاينا والبوستيريور بقى بتاعتها والبلفس. ما ننساهمش، النيك والستوركس والبوستيريور ميدياستاينا والبلفس. بالنسبه للكلينيكال مانيفيستاشن، فانا لازم اجي اتكلم معاكم اقول لكم ان الاطفال دلوقتي الاطفال هتبقى اقل، يا اما اقول الاطفال اقل من سنتين او اطفال كبار. فانا هقول دلوقتي الاطفال اقل من سنتين لازم يحصل عنده النيوروبلاستوما. اللي عنده النيوروبلاستوما ده الطفل ده هيجي يشتكي اللي هو عنده بروتيوبرنت ابدومن. شايفين الابدومن بتاعه؟ بروتيوبرنت ابدومن اللي هو الابدومن بتاعه منتفخ. ليه؟ بسبب وجود الابدومن الماس، وواحد والطفل ده بنلاقي عنده سخونيه وكمان ويت لوس، وزنه ضعيف جدا، وبيكون عنده فيفر، وبسال عامل له بروتيوبرنت ابدومن اللي هو الابدومن الماس بتاعته ده لو كان اقل من سنتين. طب دلوقتي طفل كبير شويه اللي هو الاولدر تشيلدرن وعنده نيوروبلاستوما، قال لي عشان خاطر اقول عنده هو يبقى ملحوظ جدا نيوروبلاستوما لازم يبقى حصل ليه ميتاستاسيس. اللي هو ميتاستاسيس راح لفين؟ اللي هو راح هيماتوجينس او ليمفاتيك سيستم، اللي هو راح للليفر لللانج للبون مارو. اي ميتاستاسيس حصل، تمام، الميتاستاسيس ده بيزود ايه؟ بيزود الهيباتوميجالي، عشان هي راحت للليفر تعمل هيباتوميجالي، تعمل اسايتس تعمل بون بين، عشان هي راحت للبون تعمل بون بين. وكل الكلام ده احنا عارفينه، ده في حاله لو كان طفل كبير شويه اولدر تشيلدرن. تمام، طيب عندنا حاجه اسمها باراني بلاستيك سندروم. الباراني بلاستيك سندروم ده بيبقى عباره عن الجسم بيخرج انتي بودي عشان يحارب التيومر. تمام كده، فالانتي بودي ده بيروح يعمل كروس رياكشن، ويروح يعمل ايه؟ يهاجم النورمال تيشو ويدمرها. فبالتالي لما بيدمرها بيبدا يخلي ايه؟ يبدا يخلي كاونت تيومر في حته تانية، فتيومر في حته تانية يبدا يصنع لنا هرمونز تانية، زي مثلا هنا الفازو اكتيف انتستاينال بيبتايد. اللي هو الفازو اكتيف انتستاينال بيبتايد ده بيعمل ايه؟ بيعمل انتراكتبل دايريه، اسهال مش في مكانه، وكمان فيلر تو سرايف، يعني هو بيفشل عنده النمو، الطفل ده مثلا مش قادر ينمو، ده بنسميها بارانيوبلاستيك سيندروم. طيب واخر حاجه اللي هي ممكن تنتج مثلا كاتيكولامين، عشان احنا عارفين اللي هي طالعه في المضله والمضله بتنتج كاتيكولامين، ممكن تتجنن وتطلع كاتيكولامين. والكاتيكولامين نتيجه تكسيره في الميتابلايس، بعد كده الميتابلايس بتاعته بنسميها ايه؟ فالينايل مانديليك اسيد، او بنسميها هومو فانيليك اسيد. تمام، اللي هي بتطلع فين؟ بتبقى نسبتهم عاليه جدا في اليورينري اللي هما في ام اي والاتش في اي اي. تمام، احنا كده خلصنا مين؟ خلصنا نيوروبلاست. مع كام دلوقتي عن جانجليون نيوروما. الجانجليون نيوروما انا عايز اعرفكم ان هي ماتيور، وهي قلت لكم هي الوحيده البيناين دلوقتي بالنسبه لي نيوبلازم. هي بالنسبه لي دلوقتي في المضله هي البيناين نيوبلازم، مش الوحيده، عشان اقول لكم ان الفيوكروموسايتوما هي البيناين و10% ممكن تتحول لليجنت، لكن مش موضوعي دلوقتي.
بتكلم دلوقتي على ايه؟ جانجليون نيوروما. الجانجليون نيوروما هي طالعه من نيورال كريست، هي اند ديفرنشيتد سيل اوف سمباثيك نيرفس سيستم. احنا عارفين ان هي عباره عن اند ديفرنشيتد سيلز من سمباثيك نيرفس سيستم. جانجليون نيوروما هي بتبقى عباره عن ايه؟ بيناين نيوبلاست. بالنسبه للجروسلي بنلاقيها ايه؟ هي مش حتى الدكتور مش حاطه لها صوره، احنا هي بتقول لي هي ويل سيركمسكرايد، عشان احنا عارفين بيناين يعني ويل سيركمسكرايد، بتكون لونها جريش وايت لتانييلو. ليه تانييلو؟ عشان احنا عارفين ان هي بتطلع ستيرويد هرمون، فممكن تكون تانييلو جريش وايت وتانييلو. تمام. تحت الميكروسكوب هي بتكون خليتين، واحده من اسمها فبنسميها جانجليون سيل والثانيه اسمها شوان سيل. فانا لما اجي اتكلم الجانجليون سيل بتبقى عباره عامله ازاي؟ في منها نوعين، في منها الماتيور وفي منها الديسمورفيك. الماتيور بتبقى عباره عن كومباكت مضغوطه، بنلاقيها ايزينوفيلك سايتوبلازم، بتبقى عباره عن اول حاجه اللي هي بتقول عندها ديستينكتس البوردرز، بيبقى عندها ايزينوفيلك سايتوبلازم، عندها اكسنتريك نيوكليوس وبرومينانت نيوكليولس. نفس الرسمه دي بالظبط، نحاول نفتكرها مع بعض. لكن الديسمورفيك، ديسمورفيك بتبقى عندها النيوكليا بتاعتها بيكنوتيك نيوكليوي، بيكنوتيك يعني كوندنسد نيوكليوي او كوندنسد في الكروماتيف، عامل لنا بيكنوتيك نيوكليوي. البيكنوتيك نيوكليوي دي ممكن نلاقيها واحده بس تبقى سنجل او مالتيبل او عديده، فدي بنسميها ديسمورفيك جانجليون سيل. احنا كده اتكلمنا على الجانجليون سيل، هنتكلم كمان دلوقتي على شوان سيل. شوان سيل بتبقى عباره عن ايه؟ هي عباره عن سمول انترسيكتنج فاسكلز. فاسكلز دي شكل الفاسكل، عشان لو مش فاكرين دلوقتي دي كده فاسكل بالظبط. الفاسكل هي بتبقى عباره عن باندلز كده من من العضلات وبينهم فايبرز تيشو، دي بنسميها فاسكل. فهي بتبقى عباره عن شوان سيلز دي مترتبه في سمول انترسيكتنج فاسكلز. الفاسكلز دي داخله مع بعض، شايفين دي فاسكل اهي، شايفين الفاسكلز بتكون ايه؟ انترسيكتنج مع بعض. يبقى احنا كده خلصنا مين؟ الجانجليون نيوروما. خلاص باذن الله دلوقتي هنتكلم عن فيوكروموسايتوما. الفيوكروموسايتوما انا عايز اعرفكم حاجه، اللي هي طالعه من ايه؟ من الكروموفين سيل. الكروموفين سيل موجوده في المظله، تمام. هي بنسميها ليها اسم تاني، اسمه براون تيومر. اسمه ايه؟ براون تيومر. ليه براون تيومر؟ عشان فاكرين كروموفين سيلز والمسبقه بالكروموفين ستين اللي هي كانت بتخليها لونها براون، فبالتالي التيومر ده هنعرف دلوقتي ان ضمن الوان جروسلي حتى اللي هي لونها ايه؟ براون، فبنسميه براون تيومر، تمام. وهي ايه؟ بتبقى نسبتها بيناين، هي بتكون بيناين لكن ممكن 10% يتحول مالجنانت. طب يتحول مالجنانت اما امتى؟ لما يتحول يحصل له متاستس، اللي هو يحصل له متاستس للريجنال لينفونود ويروح بقى للايه؟ للاذر اورجنز. دي ساعتها اقول ايه ده؟ بقى مالجنانت. غير كده لا، تمام. بيبقى عباره عن يانج كاتيكولامين هايبرتنشن. هو يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو دلوقتي فيه كروموسايتوما ممكن تصنع اللي هو الكروموفين سيلز ممكن تصنع كاتيكولامين. فكاتيكولامين احنا عارفين ان هي ممكن تعمل ايه؟ تعمل هايبرتنشن، تمام. فبنسميها يانج كاتيكولامين هايبرتنشن. تيجي في الاطفال في الصغيرين، وكمان كاتيكولامين بتصنع كاتيكولامين فبتعمل هايبرتنشن. التيومرز هي بتكون with benign histological features. يعني ايه الكلام ده؟ التيومرز اللي هي بتكون عندها benign histological features اللي هي بتبقى عباره، احنا قلت لكم benign، بتكون بتقدر تحصل لها ميتاستايز اللي هي تقدر تتنقل. لكن البيزار بوليمورفيك تيومرز اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ التيومرز اللي هي بتكون malignant اللي هي بوليمورف اللي هي بيزار اللي هي بيزار نيوكليوز، زي ما قلت لكم لارج نيوكليول او اتيبيك نيوكليوي، بتفضل ماسكه او ريمين فين؟ في الادرينال جلاند، بتفضل موجوده في الادرينال جلاند. عايز اعرفكم ان هو دلوقتي بيحصل سيلولر اند نيوكليير بوليمورفيزم. لما بيحصل بوليمورفيزم تغير في الاشكال في السيلولر والنيوكليير، بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى انكلودنج بريزنس اوف جاينت سيل، في وجود جاينت سيل وفي مايتوتيك فيجر. ده كله من ضمن البيناين فيو كروموسايتوما، محدش يتلخبط. انا دلوقتي بقول بيناين فيو كروموسايتوما اللي هو حصل سيلولر ونيوكليير بوليمورفيزم، وحصل كمان في جاينت سيل وفي مايتوتيك فيجر، ده محدش يتلخبط، قول بيناين فيو كروموسايتوما. لكن لو حصل سيلولر ايه؟ مونوتوني، ده بيبقى عباره عن اجريسيف بيهافير من البيناين برضو. يعني هو بيناين لكن اجريسيف بيهافير منه، ما قلتش مالجنان. ليه يعني ايه مونوتوني دي؟ مونوتوني لو بيحصل ريبيتيشن للخلايا، لكن انا مش قادر اعمل لها ديفرنشيشن، فبالتالي ده بيعمل ايه؟ اجريسيف شويه نوع من البيناين، لكن هو مش ايه؟ مش المالجنان، تمام. يبقى احنا اتكلمنا عن النقطه دي. بعد كده عندنا البيناين ليجن. بيناين ليجن تقدر تعمل كابسولار فاسكولار انفيجن، لكن لو قلنا ميتاستاز ام مالجنان على طول، تمام. طيب بعد كده قلت لكم المالجنسي اهو بتاعت الفيو كروموسايتوما لازم اكسكلوسيفلي في بريزنس ميتاستاز. ميتاستاز تروح للريجنال لينف نود، تمام، وبعد كده تروح لايه؟ هي الاول بتروح للريجنال لينف نود، بعد كده تروح للموست ديستانس ايه؟ سايت زي الليفر زي اللنج زي البون وكل الكلام ده، خلاص احنا عارفين. عايز اعرفكم ان الفيو كروموسايتوما هي برده مسؤوله عن ايه؟ 10%. عشان قلت لكم هي بيناين و10% مالجنان، تفتكر ان 10% الرول بتاع 10% موجود عند البلو ايه؟ الفيو كروموسايتوما. اول حاجه في الفيو كروموسايتوما هي 10% في الاطفال، 10% في الاطفال يعني نسبتها الاكبر في الكبار. طيب 10% في الاكسترا ميدالري اللي هي يعني ممكن تيجي في حته بره المظله، تمام. 10% بايلاترال في الناحيتين، 10% مالجنت يعني هو معظمها يونيلاترال، 10% مالجنت يعني معظمها بيناين، 10% بتيجي في المالتيبل نيوبلازم اندوكراينال اللي هو بتبقى عباره عن ايه؟ اللي هو بتيجي بتبقى عباره عن النيوبلازم بيظهر في الاذر اندوكراين اورجنز. انا سكنتها في ايه؟ سم عيب اللي هو السي اللي هو تشيلدرن، ام 2 ام اللي هو مين؟ المالجنت والمالتيبل اندوكراين نيوبلازم، والاي الاكسترا ميدالري، والبي اللي هو البايلاترال. طيب احنا كده بنتكلم على مين؟ عشان ما ننساش فيو كروموسايتوما، عرفنا ايه الرول اوف تيت. دلوقتي هتكلم على كلينيكال فيتشرز. العيان ده يجي يشتكي من ايه؟ الفيو كروموسايتوما عباره عن تيومر بيزود الكاتيكولامين. فهو لما يزود الكاتيكولامين سكيشن طبيعي هيجي له حاجه مهمه اسمها ترياد. الترياد ده عند الفيو كروموسايتوما، الفيو كروموسايتوما عند الترياد، تمام. الترياد ده بيجي العيان يشتكي من ايه؟ بسبب زياده الكاتيكولامين هيزود عنده سيمباثيك، فالسيمباثيك هتبدا يعمل ايه؟ هيزود سويتنج ايه؟ اتاكس. يبقى عنده سويتنج اتاكس، يزود التاكي كارديا، يحصل عنده هيديك، وكمان ما ننساش هيزود له الهايبرتنشن، هيبقى عنده ضغطه عالي. هيبقى ليه ضغطه عالي؟ بسبب زياده السيمباثيك. السيمباثيك بيعلي الضغط، يعمل هايبرتنشن، يعني تلاقي عنده تاكي كارديا، بالبيتيشن، هيديك، تريمور، ويت لوس، كل الكلام ده بيكون
responsiveness to treatment. ليه؟ عشان احنا دلوقتي مش مشكله عندي systematic، يعني مش المشكله عندي دلوقتي في الهايبرتنشن ده نفسه، وانما كانت المشكله كانت فين؟ المشكله عندنا دلوقتي بسبب تيومر شغال يطلع كاتيكولامين كتير، فشغال يعلي لي الضغط وانا مش عارفه اتحكم فيه. تمام، هي المين ايج بتاعها بيكون 47 سنه، لكن الرينج بيكون من 3 ل 80، عشان احنا قلنا معظمها بتيجي في الاطفال، يعني مش معظمها بتيجي نسبه في الاطفال، فبالتالي بتكون نسبتها من 3 ل 80 ايه سنه. طيب انا دلوقتي عايز اتكلم على الجروث ديسكريبشن. الجروث ديسكريبشن بتاعها بيكون سوليد، بتكون ناشفه، بتكون بتختلف في الاحجام، يعني ممكن تكون صغيره وممكن تبقى كبيره، تمام كده زي ما احنا شايفين. لو خدت فيها كات سيكشن فبالتالي بتكون ايه، بتكون لوبيوليتد، يعني هي مش باينه هنا لوبيوليتد قوي، لكن هي بتكون لوبيوليتد من اللي يبقى لونها محدد. ايه هو لونها؟ بيكون يلو ريد براون. انا قلت عليها براون، هي ايه؟ يلو ريد براون. بنلاقيها جراي وايت، ممكن الاقيها لايت تان، او ممكن الاقيها داسكي ريد، يبقى هي ليها كذا لون لو خدت فيها كات سيكشن. طيب ممكن الاقي طبعا هي ايه، هي ممكن نلاقي فيها 10% مالجنت، فلاقي ايه شويه هيموريدج، خلاص اوكي ادي الهيموريدج اهو، ونلاقي ديجنريتيف تشينج، في شويه تغيير في الخلايا، خلاص لا بدات تقرب للمالجنت، فبالتالي نفتكر الحاجات دي. بالنسبه للمايكروسكوبيك، المايكروسكوبيك فيتشرز هي بتبقى عباره عن ايه؟ التيومر سيلز بتكون بوليجونال وذ مودريت اماونت اوف جرانيولار ايزوفيليك تو امفيليك سايتوبلازم. يعني ايه الكلام ده؟ هي الخلايا بتكون الهو تيومر سيلز بتكون بوليجونال، عندها مودريت اماونت، كميه ايه؟ كميه متوسطه من الجرانيولار ايزوفيليك تو امفيليك سايتوبلازم. يعني هي عندها السايتوبلازم بتاعها ايزوفيليك تو امفيليك، يعني ايه امفيليك؟ اللي هو بيبقى عباره عن ايزوفيليك لكن اقل احمرارا شويه. ايزوفيليك تو امفيليك سايتوبلازم بيكون عندها جرانيولار، يعني في شويه جرانيولز، فبالتالي جرانيول تبقى تنقل في ايه؟ عندها ايه؟ جلوبيولز، اللي هو هايلاين جلوبيولز. الهايلاين جلوبيولز دي موجوده في الانترا سايتوبلازميك، يعني احنا دلوقتي لو شفنا الخليه فجوه الانترا سايتوبلازميك فيها هايلاين هايلاين جلوبيولز، تمام. وبيكون بالنسبه للنيوكليوي بتاعه التيومر سيلز، النيوكليوي بتاعه التيومر سيلز بنلاقيها ايه؟ راوند تو اوفويد، بنلاقيها راوند تو اوفويد برومينت نيوكليولس، عندها فاريبل انكلوجن لايك ستراكشرز، بتبقى عندها سولت اند بيبر كروماتين، سولت اند بيبر كروماتين، تمام. اللي هي بتبقى عباره عن كاركترستيك في النيوروندوكراين تيومرز، اللي هي عندها صفات النيوروندوكراين تيومرز، ممكن تبقى عندها ماركت ليومورفيزم، خلاص ماشي تمام. طيب انا دلوقتي عايز اتكلم على الهيستولوجيكال باترن. الهيستولوجيكال باترن اللي هي بتسيبه لنا، احنا كده خلاص اتكلمت على الميكروسكوبيك شكل بيبقى عامل كده بالظبط، تمام. طيب دلوقتي بالنسبه للهيستولوجيكال باترن، الهيستولوجيكال باترن يا اما يكون يكون لي الفيولار اور نستس كده او الفيولاي، او يكون لي ترابيكي اللي هي داخله في بعض. ادي شايفين النستس اللي هي بتبقى عباره، شايفين عاملين النستس او الالفيولاي بتكون عامله ازاي، اللي هي بتبقى عباره عن هي عباره عن تيبيكال جروث باترن من النستس اوف تيومر سيلز. ادي نستس من التيومر سيلز اللي هي بنسميها زيل بولين، اللي هي الخلايا اتجمعت حوالين بعض كده، الخلايا اتجمعت حوالين بعض كونت لي بول من الخلايا زيل بولين اللي هي موجوده فين الزيل بولين؟ الفيوكروموسايتوم. محدش يتلخبط يا جماعه، هي بتبقى عباره عن جيرمنال ايه، جيرمنال بول من السيلز، بتحاط ديسكونتينوس لاير، طبقه غير مستمره، يعني ديسكونتينوس يعني اللي هي بتبقى مكون من ايه؟ من السستنتيكولار سيل. السستنتيكولار سيل دي انا قلت لكم اللي هي بتعمل سبورت، صح كده؟ السستنتيكولار سيل وفايبروفاسكولار ستروما. السستنتيكولار سيل وفايبروفاسكولار ستروما هيطالز زيل بولين ايه؟ زيل بولين اللي هي زيل بولين هي عباره عن نستس من الايه؟ من التيومر سيلز. طيب دلوقتي عايز اتكلم على الترابيكولار. الترابيكولار دي بتبقى عباره عن سموزنج من السيل كوردز من التيومر سيلز. التيومر سيلز عامله لي ايه؟ عامله لي كوردز كده، كوردز دي عملت انا سموزنج مع بعض، عملت لنا ترابيكولي اللي هي موجوده سيميلر شبيهه بالظبط نفس الخلايا بتاعه النورمال ادرينال مطله. طيب انا دلوقتي عايز اتكلم باذن الله على المالجنت فيو كروموسايتوما. ايه الفرق ما بين المالجنت والبيناين؟ المالجنت فيو كروموسايتوما مالجنت يعني ميتاستس، يعني هو دلوقتي جم قالوا ان فيو كروموسايتوما والبارا جانجليوما هو نقول عليهم مالجنسي لو حصل ميتاستاز مش لوكال انفيجن. يعني ما قلتلكوش زي ما قلتلكم كاشيرال انفيجن او اللي هو بيبقى عباره عن ايه الفاسكولار انفيجن، ده مش بيبقى عباره عن مالجنن. المالجنن بتاع فيو كروموسايتوما والبارا جانجليوما اللي هو لازم يحصل فيها ميتاستاز. طيب الميتاستاز تيومر زي مين؟ هي مور كمان اكتر كمان من برايمري تيومر اللي بتطلع في الخليه ذات نفسها، بتبقى من كانسر بريست مثلا، لونج، ميلانوما، كل الكلام ده. طب عايز اعرفكم حاجه، الفرق ما بين الادينوما والكارسنوما؟ ادينوما وكارسنوما دي كانت موجوده فين؟ موجوده في الادرينو كورتيكال. الادرينو كورتيكال ادينوما والادرينو كورتيكال كارسنوما. طب ايه اللي جايبها هنا؟ ما اعرفش، بس احنا هنقولها دلوقتي مع بعض. اول حاجه في الحجم، الحجم بتاع الادرينو كورتيكال بتكون اقل من كام؟ بتاعه الادينوما اقل من 50 سم. طب والكارسنوما اقل اكتر من 10 اكتر من 100 سم. طيب بعد كده دي مكانه الوزن، انا هنا بتكلم على الوزن، اقل من 50 جرام واكتر من 100 جرام. طيب وبالنسبه للحجم اقل هنا اقل من 5 سم وهنا حوالي كانت 20 سم. طب بالنسبه للانفيجن هنا ما بتعملش انفيجن لكن الكارسنوما بتعمل انفيجن. اتيبيوم تيستس هنا ما بتعملش برده ولا بتعمل هنا متاس لكن في الكارسنوما بيعملوا عادي، تمام. يبقى احنا كده خلصنا خلاص التيومرز، لو في يا رب ما تكونش حد فيه مشكله، ولو في حد يا ريت تبعتوا. طيب هنكمل دلوقتي ايه، هرجع تاني اكمل لكم اللي هو بنسميها ايه، بنسميها مشكله في الفانكشن، يا اما يكون هايبر فانكشن يا اما يكون هايبر فانكشن في الكورتكس، تمام. دلوقتي باذن الله هتكلم عن هايبر فانكشن في الادرينال كورتكس. الهايبر فانكشن في الادرينال كورتكس هي بتبقى عباره عن ثلاث حاجات، زي ما قلنا كوشنج سندروم اللي هو زياده الكورتيزول، او كون سندروم اللي هو بنسميه هايبر الدسترينيزم اللي هو زياده الالدستيرو، او ادرينوجينيتا اوفرلايزنج سندروم اللي هي بتبقى عباره عن ايه، بتيجي في الادلت فيميل. يعني ايه اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ لو زياده الاندروجين، زياده الاندروجين لو زادت في الادلت فيميل تعمل لها ايه؟ اللي هو فيرولايزنج سندروم اللي احنا خدناه في الفيزيولوجي، اللي هي بتبقى عباره عن دي فيمنايزيشن، هيرت شتاز، ديب فويس، كل الكلام ده احنا خلاص ايه عارفينه. طيب دلوقتي هتكلم عن ايه كوشنج سندروم، هي هتبقى مراجعه سريعه فنحاول ايه ننجز مع بعض شويه. هو بتبقى عباره عن انكريس سيكريشن من الكورتيزول، تمام. هي بتبقى عباره عن سببها ايه؟ هقول لكم الصوره دي بالظبط انا رسمها ازاي. هو دلوقتي عندنا دي الهايبوثالامس، الهايبوثالامس خارج سي ار اتش، بتروح تحفز الايه الانتيرو بيتيتريش، تخرج الاي سي تي اتش، بتروح تحفز الادرينال كورتكس عشان تخرج الكورتيزول. طيب يعني المشكله دلوقتي هتبقى فين؟ يا اما مشكله عندنا هنا في الادرينال كورتكس، او مشكله عندنا هنا في البيتري والهايبوثالامس، او البيتري بالاخص كمان، او عندنا مشكله في الاكتوبيا اللي هو منطقه تانية بتخرج اي سي تي اتش، او بناخد كورتيزول اكسوجينس. يبقى هو اربع ايه، اربع مشاكل.
اول واحده اللي انا بسميها مشكله في الادرينال كورتكس. المشكله في الادرينال كورتكس بنسميها ادرينال كوشينج، اللي هو كوشينج حصل بسبب الادرينال، اللي هو مشكله في الادرينال كورتكس. فاول حاجه اللي هو يحصل هايبر بليزيا، اللي هو بايلاترال، احنا دلوقتي زاد السكريشن بتاع الكورتيزول كورتيزول، فيحصل ايه؟ يحصل بايلاترال ادرينال هايبر بليزيا. هايبر بليزيا زياده عدد الخلايا في الناحيتين، تمام. طيب ده اول حاجه ممكن تتحول بناين فبنسميها ادرينال كورتيكال ادينوما، تمام، اللي او تبقى مالجنت فبنسميها ادرينال كورتيكال كارسينوما. دول كلهم من ضمن الادرينال كوشينج. ادرينال كوشينج، كوشينج حصل بسبب مين؟ بسبب الادرينال كورتكس، تمام. بعد كده قلت لكم مشكله بتحصل بسبب تيتري، عشان انا رسمت لكم رسمه هنا مشكله بسبب هنا السوبرادرينال جلاند، او مشكله هنا في البيتري. البيتري اللي هو يحصل فيها ايه؟ اني مشكله بقى، اني حته بالظبط في البيتري؟ الانتيرو بيتري، مش اي بيتري، هو الانتيرو بيتري. الانتيرو بيتري كان فيها اسيدوفيليك سيلز وبيزوفيليك سيلز. البيزوفيليك سيلز هي اللي بتكرر الاي سي تي اتش. فانا حصل ايه؟ حصل ادينوما في البيزوفيل، تمام. فهو بيزوفيل ادينوما في الانتيرو بيتري، عملت ايه؟ مش اي كوشنج ديزيز، بنسميه بيتري كوشنج ديزيز. اسمه ايه؟ بيتري كوشنج ديزيز. كوشنج ديزيز حصل نتيجه البيتري، مشكله في البيتري. وده الادينوما دي كانت عباره عن بيناين تيومر، تمام. بعد كده عندنا اكتوبيا. اكتوبيا اللي هي بتبقى عباره عن منطقه ثانيه زي مثلا لونج. اللونج ده ظهر فيها كارسينوما او كارسنويد سيندروم او ايا كان. المهم يعني اللي هي بيبقى عباره عن ايه؟ حصل تيومر في الابود سيلز. يعني ايه ابود سيلز؟ اللي هو امين بريكيرسر ابتيك اند ديكربوكسيليشن، اللي هي كانت بتساعدني في تصنيع الهرمونات. فانا معنى اللي هو حصل لها تيومر، فبالتالي هتصنع لي هرمونات زياده، فتبدا تزود لنا الاي سي تي اتش كتير. فهو اكتوبيك، اكتوبيك ان ابروبريت سيكريشن اوف اي سي تي اتش، بتزود اي سي تي اتش كتير. زي فين؟ كارسنويد سيندروم، زي الاول سيلز كارسينوما، زي المدالري كارسينوما، ده كله في الثايرويد، تمام كده. بنسميها ايه؟ بنسميها بارانيوبلاستيك كوشنج، مش اي كوشنج، وهو انما كان بارانيوبلاستيك عشان خاطر هو جاي نتيجه بلازم في حته تانية. طيب بالنسبه اللي هو اخر حاجه اللي هو بنسميها اكسوجينس، اللي هو بياخد برولونج اكسوجينس ادمنستريشن من الجلوكوكورتيكويد. يعني بياخد جلوكوكورتيكويد كتير، فبالتالي عملت ايه؟ بتزود الكورتيزول عندي، فبنسميها اياتروجينيك بالاي، ماشي، اياتروجينيك كوشنج. اللي هو كوشنج بسبب ايه؟ بسبب اللي انا باخد ايه؟ بياخد كورتيزول كتير من بره. طيب دلوقتي عايز اعرف الكلينيكال فيتشر. كلينيكال فيتشرز هيسمها زي الكربوهيدرات والليبيد بروتين. انا عايز اعرف دلوقتي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات اللي حصل فيه مشكله يعني جلوكوز، اول ما يتركز كربوهيدرات في دماغي يبقى جلوكوز. طيب اول حاجه الجلوكوز، الجلوكوز بيعمل ايه؟ الكورتيزول بيعمل ايه في الجلوكوز؟ بيزود الجلوكوز. هو بيعمل ايه؟ بيعمل عكس على طول الانسولين، تمام. هو بيعمل عكس الاكشن بتاع الانسولين، تمام. فيعمل هايبرجلايسيميا، ونتيجه السكر كتير في الدم، فيعمل ايه؟ جلوكوز يوريا، اللي هو يزود الجلوكوز كمان في اليورين. وكمان بيعمل جلوكونيوجينسيس، يزود الجلوكونيوجينسيس، عايز يزود جلوكوز في الدم. هو الكورتيزول عايز يزود جلوكوز في الدم. فكل الكلام ده يعمل مرض ايه؟ طيب بيتسمنت، طبيعي هو بيزود الجلوكوز في الدم في كل حاجه، فبالتالي يعمل له مرض السكري. طيب بيتسمنت ده اول حاجه كانت مشكله في الكربوهيدرات. ثاني حاجه المشكله في الليبيد. هو بيعمل ايه في الليبيد؟ بيكسر الليبيد كلها، بيكسر الليبيد ويروح يركزها في اماكن تانية، في السبكوتينيوس فين بالظبط؟ في الفيس تعمل لنا مثلا مون فيس، في الترانك فتعمل مثلا بافلو ايه؟ بافلو هامب، تمام. هي الجزئيه دي اللي بنسميها بافلو هامب او المون فيس، تمام كده. وبيزود بقى ايه؟ بيزود لنا البادي ويت ما شاء الله، عشان هو بيرسب دهون كتير، بيكسر الدهون ويروح يرسبها في مناطق تانية تحت الجلد، فبيزود بيزود دهون كتيره. دي بنسميها سنتريبيتال اوبيستي. اسمها ايه؟ سنتريبيتال اوبيستي. سنتريبيتال اوبيستي بنركز قوي فيها، اللي بتعمل لنا سنتريبيتال اوبيستي. اول حاجه طيب بيتسمنتس لو بسبب سكر، وتاني حاجه اللي هو سنتريبيتال اوبيستي اللي بسبب الليبيد. طيب بعد كده بروتين ده تنقلني في جمله تانية. ليه ايه البروتين؟ جلد، لحم، عض. هنعرف دلوقتي مشاكل في الجلد واللحم والعض. بالنسبه للجلد احنا عارفين دلوقتي البروتين بتعمل ايه في البروتين؟ تكسر البروتين. البروتين ده بيكون موجود فين؟ موجود على السكن. فانا دلوقتي كسرت البروتين الموجود في السكن، فهيعمل ايه؟ هيعمل سيننج في السكن، هيخلي السكن بتاعنا يكون رفيع. وبفين بالاخص؟ فين موجود؟ في منطقه الابدومين. حتى الكونكتيف تيشو اللي هو بنسميها مش كونكتيف تيشو، الكولاجين اللي هو الكولاجين ده عباره عن بروتين، اللي حوالين البلاد فيزل كمان ضعف، حصل له ايه؟ حصل له تكسير. فبالتالي هيعمل ايه؟ هيخلي البلاد فيزل دي ترابتشر، فتعمل لنا حاجه في الابدومين عند الطفل ده او مش الطفل ده، الراجل ده، بتعملها بنسميها ستري. اسمها ايه؟ ستري، اللي هي خطوط بنفسجي كده، او يحصل ايكيموز بنفس السبب. هو دلوقتي بروتين نقص في البلاد فيزلز، فبالتالي خلاها تعمل ترابتشر، فتعمل ايكيموز كمادات كدمات، سوري مش كمادات، كدمات، تمام. طيب وبعد كده بتعمل ديليت ووند هيلنج، عشان خاطر الووند ما بتخفش بسرعه، عشان عدم وجود بروتين، البروتين ناقص، فبالتالي الايه؟ الووند ما بتخفش بسرعه. يبقى احنا قلنا ايه؟ اول حاجه جلد. طب بالنسبه للحم، اللحم اللي هو بيحصل فيها ماسل ويستنج اند ويكنس، يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايز اعرفكم احنا ليه بتكسر بروتينات؟ ليه بتعمل بتزود البروتين كاتابوليز؟ فبالتالي ليه بتزود بروتين كاتابوليز؟ عشان تخرج امينو اسيد، والامينو اسيد تروح للليفر تزود الجلوكونيوجينسيس، تزود الجلوكوز. هي غرضها تزود الجلوكوز وبس، تمام. فبالتالي هتعمل ايه؟ هتعمل سين اكستروميتس، الاطراف بتاعته تكون رفيعه، فتعمل ماسل ويستنج وماسل ويكنس. الماسل ويكنس ضعف في العضلات، وماسل ايه؟ وصل الويستنج. يبقى احنا قلنا جلد ولحم. طب بالنسبه للعض، الاوستيبروسيس، اوستيبروسيس تعمل لها هشاشه العظام. ليه؟ هتروح تكسر البروتينات اللي موجوده في العض، فبالتالي البروتينات تبدا تكسر لي، تخرج لي. لما بتيجي تكسير البروتينات اللي هي مخزنه لي كالسيوم، تبدا تخرج الكالسيوم، فيعمل هايبر كالسيوميا، والكالسيوم يروح يترصف في مناطق ثانيه، بتعمل لنا ستاتيك كالسيفيكيشن. هو كالسيفيكيشن اللي هو عباره عن ايه؟ كالسيفيكيشن باي اورجانز تاني، تمام كده. بتعمل اوستيبروس. يبقى احنا قلنا جلد ولحم، جلد ولحم وعض. طب في مشكله تانية في البروتينات؟ هو دلوقتي لو ناس عندنا بروتينات اللي بتكون ايه؟ انتي بودي، او مش بروتينات كمان، احنا عارفين البروتينات بتخش تكوين الانتي بودي، فبالتالي هو دلوقتي البروتينات قلت، او حصل مثلا اللي هو بيبقى عباره عن ايه؟ الكورتيزول عنده انهيبيتور ايفكت، مين بيبدا يقلل الايفكت بتاع مين؟ بتاع الليمفوسايت او ماكروفاج او نيوتروفيلز، كل ده قللته، فبالتالي بتزود الاكشن بتاع مين؟ بيبدا يزود الاكشن بتاع الانفكشن. الانفكشن يزيد، بيزود الانكريس سسبيلتي اوف انفكشن، تمام.
من ضمن الحاجات كمان اللي هو يحصل مثلا عنده ايه، يحصل عنده هايبر تنشن، ضغطه عالي وهايبوكاليميا. ليه الكلام ده؟ يحصل هايبر تنشن وهايبوكاليميا عشان خاطر هي بيكون عندها اللي هو مينرال كورتيكويد اكشن، عندها ايه مينرال كورتيكويد اكشن، او ايه بتشتغل كالدستيرون، بتشتغل كانها الدستيرون. يبقى الكورتيزول لما بيزيد بيشتغل كانه الدستيرون، هو عنده مينرال كورتيكويد اكشن. الالدستيرون كان بيعمل ايه؟ كان بيمتص صوديوم كتير ويسحب وراه ميه، فبالتالي كان بيعمل ايه؟ هايبر تنشن، ضغط عالي، وكان بيرمي بوتاسيوم كتير وبيرمي كمان معاه اسيد اللي هو اتش بوزيتيف، فبالتالي كان بيعمل ايه؟ بيعمل هايبوكاليميا وكمان بيعمل الكالوزيس. تمام كده؟ بس هو ده اللي انا قلته هنا بالظبط، مش هنعيد تاني. طيب بعد كده هقول لكم اللي هو كان بيعمل ايه، اللي هو احنا قلنا دلوقتي الخلايا اللي بتصنع اذا كان زونا ايه، زونا ريتيكولاريز او زونا فاسكيولات، الاثنين كانوا بيصنعوا لي اذا كان جلوكوكورتيكويد او كورتيزول وكمان مين، وكمان الاندروجين. فبالتالي معنى اللي زاد عندي الكورتيزول معناها نفس الخلايا زودت الاندروجين، فبالتالي الشخص ده هيجيله ايه؟ هيجيله ادرينال فيريوليز. الادرينال فيريوليز ما قلت لكم بتيجي في الفيميل، بيحصل عندها هيروستيزم اللي هو بيزيد عندها الهير بتاع البادي، وبيحصل عندها انفيرتيليتي، وبيحصل عندها منسترال ايه، منسترال ابنورماليتي. تمام كده؟ دي بالنسبه للفيميل. طب وبالنسبه للاطفال لو زاد عندهم الاندروجين، احنا عارفين كل الكلام ده في الفيزيولوجي، هو بيعملوا بريكوشس بيبرتري، بريكوشس بيبرتري احنا عرفنا اللي هو بيبقى عنده ايه صفات الميل، ايه ميل كاركترز اكتر. يبقى احنا كده خلصنا الحمد لله الكوشنج سيندروم. الكونز سيندروم، الكونز سيندروم معناها اللي هو زائد، بنسميه مرض تاني اسمه هايبر الدوسترونيزم. هايبر الدوسترونيزم معناها زائد الالدوسترون، هو بي اكسس سيكريشن بتاع الالدوسترون. طب يزيد السيكريشن بتاع الالدوسترون امتى؟ لما يحصل هايبر بليزيا. هايبر بليزيا فين؟ بايلاترال في الناحيتين، بايلاترال هايبر بليزيا في الزونا جلوميرولوز. الزونا جلوميرولوز هي بتصنع الالدوسترون، ده رقم واحد. او حصل بناين تيومر اللي هو بنسميه ادينوما، اللي هو الدوسترون سيكريتنج ادينوما، الدوسترون سيكريتنج ادينوما بتاعت الادرينال كورتكس. تمام. او حصل فاميليا اللي هو كم 7 عائلي، وده 5% اللي هو فاميليا هايبر الدوسترونيزم، ودي نسبتها 5% من الحالات. تاثيرها ايه؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق، اللي هو بيزود ايه الصوديوم ريتينشن، بتمتص صوديوم كتير جدا، فبالتالي بتعمل الشخص ده هايبر تنشن عشان تسحب وراه ميه كتير في البلاد فيزلز، بتعمل ايه للشخص ده هايبر تنشن، وبترمي بوتاسيوم كتير وكمان بترمي معاها هيدروجين، فبترمي بوتاسيوم كتير بتعمل هايبوكاليميا. واحنا عارفين الهايبوكاليميا احنا محتاجين بوتاسيوم شويه وهو والصوديوم عشان خاطر الاثنين مع بعض، عشان يعني بيساعدوني في الديبولاريزيشن بتاع مين، بتاع العضلات، بيعمل ماسل ويكنس، يعمل فاتيج، يعمل كارديك ايريجولاريتي، بيعمل باراسيتيا اللي هو تنميل. كل الكلام ده دي من ضمن الايه الصفات بتاعه البرايمري هايبر، برايمري هايبر الدوسترونيزم. يعني ايه برايمري هايبر الدوسترونيزم؟ هايبر الدوسترونيزم سبب مشكله في الادرينال كورتكس ذات نفسها او الزونا جروميرولوزا ذات نفسها. تمام. وقلت بيحصل كمان الكلوز بسبب اللي هي بترمي ايه، بترمي هيدروجين بار. طيب دلوقتي هتكلم عن هايبر فانكشن اوف ادرينال كورتكس، وده اخر موضوع عندي بالنسبه لي ان شاء الله دلوقتي. الهايبر فانكشن بتاعت الادرينال كورتكس هي بتبقى عباره عن ايه؟ الكورتيكال انسفيشنسي. الكورتيكال انسفيشنسي هي اما يكون اكيوت كورتيكال انسفيشنسي او كرونيك كورتيكال انسفيشنسي. دلوقتي هتكلم على الاكيوت. الاكيوت اللي هو بيكون الموضوع حاد، موضوع حاد ازاي؟ اللي هو يا اما عملنا تدمير للادرينال جلاند. طب عملت لها تدمير ازاي؟ احنا كان واحد عنده مننجايتس، مننجايتس التهاب الايه في الاحشيه الصحيه دي، ايا كان بيبقى عباره عن فيها بكتيريا اللي عملت لنا مننجايتس دي، في بكتيريا اسمها مننجوكوكال، فهي البكتيريا اللي هي المننجوكوكال دي مشيت في الدم عملت بكتيريا، والبكتيريا لما راحت الادرينال جلاند موتت الادرينال جلاند، خلاص دمرتها لي. يبقى هو حصل ديستركشن ادرينال جلاند بسبب مننجوكوكل اللي هو بكتيريا اللي هي بنسميها اهم واحده ايه من ايه، مننجوكوكل. تمام. او حصل ايتروجينيك كوز. يعني ايتروجينيك كوز يعني واحد كان بياخد ادمنستريشن كتير من الاي سي تي اتش، واحنا عارفين لما واحد بياخد كتير من الاي سي تي اتش فبتروح تعمل انهيبيشن للبيتري ذات نفسها وتقول لها لو سمحتي ما تطلعيش، وجي وقف الاي سي تي اتش اللي بياخده من بره ده مره واحده، فبالتالي البيتري ما بتصنعش، فبالتالي مش هيصنع كورتيزول، فبالتالي خلاص هو كل حاجه وقفت عنده. بيحصل ايه؟ ستريس ريزلتنج، الستريس هيحصل ريزلتنج ان اتروفي اوف ادرينال كورتكس. الادرينال كورتكس حتى مش بيجي لها اي حاجه، ولا سي تي اتش، اي سي تي اتش ولا خارجي ولا داخلي، فبالتالي الادرينال كورتكس هيحصل لها اتروفي. يبقى احنا عرفنا اما دمرنا الادرينال جلاند او حصل ايتروجينيك ايه كوز. تمام. الكرونيك انسفيشنسي بقى اللي هو ادرينال كورتيكال هرمون سنس، تصنيع الادرينال كورتيكال هرمون حصل فيه مشكله في بيعمل اديسون ديزيز. تمام. انا دلوقتي باذن الله هتكلم على مين، سيبنا من الاكيوت انسفيشنسي بالدستراكشن بتاعها والايتروجينيك. انا دلوقتي باذن الله هتكلم على اديسون ديزيز اللي هو عباره عن كرونيك انسفيشنسي. تمام. الكلينيكال مانيفيستيشن الاعراض الادرينال كورتيكال انسفيشنسي ده بيحصل ايه؟ دونت ابير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي اقول عنده ادرينال كورتيكال انسفيشنسي، يعني ايه؟ لو نقص الهرمونات في الادرينال بسبب ادرينال كورتكس، لو الهرمونات بتخرج من الادرينال كورتكس نقص، اقولها امتى؟ لما يكون على الاقل 90% من الادرينال كورتكس اتدمرت. اقول 90% من الادرينال كورتكس اتدمرت، اقول ساعتها ده حصل ادرينال كورتيكال ايه انسفيشنسي فعلا. الاوتو اميون ادرينالايتس، يعني ايه اوتو اميون ادرينالايتس؟ هو عباره عن انفلاميشن بيحصل في الادرينال كورتكس بسبب الاوتو اميون. دي بتبقى بالنسبه لي 80-90% من الحالات بتاعه البرايمري ادرينال انسفيشنسي في الهاي انكم كونتريز، اللي هي عندهم الدخل العالي في البرايمري ادرينال انسفيشنسي 80-90% بسبب الاوتو اميون. الاوتو اميون مهم جدا في الايه، في الادرينالايت. طيب في منها الادسون ديزيز، في منها برايمري كوز، في منها سكندري كوز. برايمري كوز اللي هي مشكله في الادرينال جلاند ذات نفسها، سكندري كوز مشكله بره. طب لو كانت مشكله في الادرينال جلاند ذات نفسها اللي هي مثلا اوتو اميون، برايمري اور اوتو اميون ادسون ديزيز اللي هو ايه، اوتو اميون اللي هي خلايا مناعيه او يعني ايه الكلام ده، انتي اوتو انتي بودي مثلا كانت عندها موجوده هنا بتهاجم مثلا مرض معين او تيومر معين او اي حاجه ثانيه، راحت هاجمت الادرينال جلاند ذات نفسها بدات تبوظها. تمام. واو تاني حاجه انفكشن زي التيوبركلوز، زي هيستوبلازموز او الاتش اي في. طب انا ليه معلمه الاثنين دول بالازرق؟ عشان دول اهم اثنين، الاوتوميون والتيوبركلوز. انفكشن بالتيوبركلوز مهم جدا. طيب عندنا كمان ممكن تلاقي عنده سيرجيكال ريموفال، اللي هو بسبب سيرجيكال ريموفال تقلل كمان تصنيع الايه، تصنيع كل الهرمونات. تمام. عندنا كمان ممكن يبقى عنده ميتاستاتيك كارسينوما، اللي هو الشخص ده عنده كارسينوما جاي من منطقه ثانيه عامله له ميتاستاسيس او ايه، او هيموكروماتوزيس او امايلودوزيس. انا سكنتها في ايه، فئات
هات سمها، هات سمها شيل الهي، فبالتالي اد سمها ايه اللي هي مسميها ايه اوتو اميونيتي اللي هو تيوبركلوزس الاس اللي هو بنسميها سيرجيكال ريموفر، الام ميتاستاتيك كارسينوما، والاتش اللي هو هيموكروماتوزس، والاي اللي هو الاميليدوزس. بالنسبه للسكندري كوز، السكندري كوز سكنتها في حرف السي اللي هو بيبقى عباره عن ايه سكندري كوز. قبل ما نسكن السكندري كوز اللي هي مشكله بره الادرينال جلاند اللي هي بتبقى عباره عن مشكله يا اما في الهايبوثالامس والبيتيتوري، او مشكله اللي انا باخد اكسوجينس من بره، او اللي هي بتبقى عباره عن ايه او اللي انا بواسطه اساسا تصنيع سايتوكسيك دراج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا باذن الله دلوقتي هتكلم على السي اس تي اللي هو اول حاجه سي سايتوكسيك دراج اللي هي بتبقى عباره عن انا بواسطه تصنيع اساسا الهرمون سينسز، انا عمال فيلر الهرمون سينسز عن طريق سايتوكسيك دراج. طب والايه اللي هو الاكسوجينس ستيرويد، بياخد ستيرويد كتير من بره، فالستيرويد اللي هي من بره بتبدا تعمل انهيبيشن لمين؟ بتبدا تعمل انهيبيشن للبيتيتوري والهايبوثالامس، بتقول لها هدي هدي هدي، فبالتالي ما عادش بيصنع اصلا حتى لو شلت الاكسوجينس ستيرويد. او عنده بيتيتوري او هايبوثالامس ديزيز اللي هو مشكله في البيتيتوري او هايبوثالامس، فبالتالي ما بيادوش دورهم، فما بيحفزوش الادرينال كورتكس او ايا كان، او الادرينال كورتكس اللي هي او الادرينال جلاند اللي هي تخرج ايه تخرج اللي عندها. طيب انا باذن الله دلوقتي هتكلم على الكلينيكال فيتشرز. ايه الكلينيكال فيتشرز؟ احنا خلاص خلصنا الكلينيكال فيتشرز اللي هي بيبقى عباره عن عيان ده اول ما اشوفه اعرف عنده ايه. اول حاجه بيبقى بيجمنتيشن، يعني هو لونه غامق، هو بيبقى لي حته بالظبط الغامقه اللي هي الاكسبوز سكين، وكمان الميوكوس ميمبرين اكسبوز سكين والميوكوس ميمبرين بتاعته عنده غامقه، فبالتالي بيكون عنده بيجمنتيشن. ليه الكلام ده؟ بسبب زياده الاي سي تي اتش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو دلوقتي احنا عارفين الاي سي تي اتش قليله، طب زادت ليه؟ عشان هو عايز اتعوض. دلوقتي احنا عندنا نقص دلوقتي في الهرمونات اللي تحت كلها اللي هي مين؟ الكورتيزول، الادرينال كورتكس، الادرينال كورتكس كانت بتفرز شويه هرمونات او الثلاث هرمونات بتوعنا ما عندوش موجودين، فبالتالي بتبعت كومبنساتور تحفز الايه عشان تخرج اي سي تي اتش. فالاي سي تي اتش لما تزيد كتير جدا فبتبدا تزود ايه، تشتغل كميلانوسايت، ميلانوسيتيك ستيميليتنج بروبرتي، عندها خاصيه اللي هي تحفز الميلانوسيتيك، فبالتالي بتبدا تكون ميلانين كتير، والميلانين يروح تراصف فين؟ تراصف في الايه، في الاكسبوز اريا، وكمان في الميوكوس ميمبري، ما عدا فين؟ ما عدا مع سكندري بيتوتري ديسيز. ليه الكلام ده؟ عشان هو مع سكندري بيتوتري ديسيز هو بيكون اساسا ما بيطلعش اي سي تي اتش، فالاي سي تي اتش قليل، فهو اساسا هنا مشكله في الايه، في البيتوتري، فما بيطلعش اي سي تي اتش، فبالتالي مش هيعمل ميلانين ستيميليشن ولا هيطلع ايه ميلانين. تمام، احنا كده خلصنا البيجمنتيشن. بعد كده هو بيبقى بيقلل الالتسترينيزم، احنا عرفنا اللي هو الالتسترينيزم بتقلل كل حاجه، فبتقلل الالتستيرو، فبالتالي بيحصل ايه، هو دلوقتي ما عادش بيمتص ايه صوديوم، فبالتالي بيرمي الصوديوم بره، بيحصل هايبوناتريميا وهايبركاليميا. الصوديوم البوتاسيوم هو اللي كتير جوه، فهايبوناتريميا هايبركاليميا، ويكون ايه الشخص ده الهايبوناتريميا فبتعمل هايبوتنشن. وبالنسبه للهايبركاليميا، الهايبركاليميا بيحصل عنده هايبركاليميك اسيدوز، هايبركاليميك اسيدوز عشان انا عارفه كمان الهيدروجين ما خرجتوش بره ولا هو ولا البوتاسيوم، فبالتالي عنده هايبركاليميك اسيدوز بسبب ايه، نقص الصوديوم، بسبب الصوديوم بيحصل ماسل ويكنس، وكمان اي سي جي ابنورماليتيز، ماسل ويكنس والاي سي جي ابنورماليتيز بسبب زياده البوتاسيوم تعمل اريزميا، ويحصل ايه لما اعمله اي سي جي اللي هو على القلب، فبالتالي بيبقى فيه مشكله. يبقى احنا عرفنا دلوقتي اللي هو ناقص الايه، ناقص الالدوستيرون. طب لو كان ناقص الكورتيزول، ناقص الكورتيزول هيحصل عند الشخص ده هايبوغلايسيميا، عشان احنا عارفين الكورتيزول بيزود كل حاجه، فبالتالي كان بيزود الايه، بيزود الجلوكوز، فهو هيحصل هنا هايبوغلايسيميا، الجلوكوز هيقل بسبب ايه، بسبب اللي هو ما عملناش عكس الانسولين اكشن، والانسولين اشتغل زي الفل. تمام، بيحصل عند الشخص ده برده انوركسيا، نويزيا، فوميتنج، دايريا، لوس اوف ويت، ده كله بسبب ناقص الكورتيزول. تمام، طيب بور رياكشن تو ستريس، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو واحد عمل حادثه ونزف كتير، فهو بدا يخش في هايبوفولميك شوك، فهو كان المفروض الالدوستيرون بيزيد عشان خاطر ايه، كان نزود البلاد بريشر. طيب انا دلوقتي ما عنديش الستيرون، فالشخص ده يبقى عنده بور رياكشن للستريس، يعني اي ستريس يحصل في جسمه فهو عنده مش قادر يعمل رد فعل ليه كويس، زي مثلا انفكشن، سيرجري، تروما، ايا كان، دي بنسميها لايف ثريتنينج سيركيولاتوري كولابس، او بنسميها ادسينيان كرايسيس. تمام، طيب دلوقتي هتكلم باذن الله عن الايه كلينيكال افكتس. هو نفس عاده نفس الكلام، هو دلوقتي الاول الستيرون بيحصل ايه، بلاقي عنده هايبوتنشن، عنده دي هايدريشن، طب قال الكورتيزول هيحصل عنده هايبوغلايسيميا، طب قال الاندروجين هيحصل ماسل ويكنس وفاتيك، او عنده كوتينيوس هايبر بيجمنتيشن، ودي اهم حاجه للاديسون ديزيز. احنا كده خلصنا، ولو حد عنده اي مشكله يا ريت تبعتولي، وان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب اللهم امين.